الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. انا بزوتي علي من دوار بني حسان اكاون تاما ترجيست الحسيمة. انا هذا الملف ما عرفش شحال اللي تعيني في 84، لقيت هاد الناس نصبين علينا فيه وتواجهت للمحكمة. ما بغيتش ندير العنف ولا، مشينا للمحكمة وتبعت الدعوة 3 سنين وانا نجري عليها، 3 سنين وانا كنجري، وحكمتهم بالتعويضات على الخبرة، جات الخبرة وحكمنا التعويضات مليار و166 مليون. ما يوصل الاستئناف، هاد الناس عندهم بوكو رشوة، ناس خطيرين جدا. ما يوصل الاستئناف طلعوا 150 مليون، وانا عارف اللي طلعها، طلعها الكاتب بالضبط، وطلعها لواحد الخياط هو اللي اتصل له، خياط واحد الخياط تما في الحسيمة كيفصل كومبليات، هو اللي اتصل له بالكاتب بالضبط ودوزوا له 150 مليون. واللي خلصها واحد من هاد العصابة، واحد المرتشي خطير جدا، ولغوا لي التعويضات 150 مليون بدلوا لي الكاوت. فاش تفاجأت انا بسميتو بقيت شغندير، انا ما بقى لي ما ندير، بقيت كنحامي وكنقلب عامين وانا كنجري باش جمعت الصرف باش نخلص الصندوق للنقد. راه ما عندناش حنا، راه غايته ما باش نصبوا علينا هاد الناس، راه ما عندناش غايته ما باش هاد الناس نصبوا علينا. باش دبرت الفلوس وخلص الصندوق، عارف انتم الصندوق مليار و166 مليون، عارف الصندوق شحال كتخلصوا في الحسيمه باش ننتقلوا للرباط. فاش نقلتوا للرباط درت النقد والابرام، جا عندي واحد السيد كوارث، اقاش محمد، اقاش محمد اكبر مزور على وجه الارض، ما عنديش لاكارت ديالو، عنده لاكارت فيها، عنده فيها لاكارت داك الشرطه حمراء وزرقاء، داك سميتو. قال لي انا كنعرف خالو ديال سيدنا الله ينصرو في الرباط، عنده محامي ديالو، وحنا هادو وثائق صحاحين، غادي نمشيو للرباط غادي ناخذوا حقنا. فعلا درت معاه انا ديك الاتفاقيه، مشينا لعند داك الناس قاولناهم، درت معاهم اتفاق نعطيهم 500 مليون نص داك التعويضات غير باش يحكموا لنا التعويضات. وهما منين جبرونا مشينا لعندهم وتفاهمنا معاهم وعطيناهم النص داك التعويضات، عطاهم مليار و200 ونصبوا عليا انا، داوني في خنشه عامين وانا كنجري، مشيت للرباط وطلع سي للرباط وطلع، تفاجات نهار 7/1، نهار 7/1 في 2009 2009 كنجبر راسي انا الملف ديالي ما كاينش، البزوتي علي ما كاينش، كاين إعيش محمد في الملف الدعوه في الرباط، على البزوتي علي ما كاينش، رفضوا ليا. اي فاش رفضوا ليا انا ما بقيتش نعرف اش كندير، ضربت راسي تما في القاعه ديال الاستقبال في المحكمه، وقاعه المحكمه الاستقبال المجلس الاعلى، وترفعوا عليا تما داك المسؤولين داك الكتاب. والمهم درت تما واحد المهم، انا ما كنتش ناوي عاد غادي نعيش. فاش فيقت وخرجت لبرا عيط عليا المسؤول الاستاذ مداح، هو اللي كان رئيس المجلس الاعلى داك نهار 7/1/2009، وكنطلب منكم كنتوما صحافه تجيبوا لنا داك الفيديو غير نشوف اش وقع داك النهار تما في المجلس الاعلى في حي الرياض. ومن تما لهنا انا داروا لي، جيت للبلاد، المهم داروا لي شفار هذاك من الطروبين، من بعد نصب عليا شفار، عدوا حتى البوليس، جاوا من الرباط حتى لهنا الكتامه، شدوني جدارميه هنا في كاون، جاوا البوليس من الرباط هبطوني حتى الرباط، ما يوصلوني للرباط عرفوني انا هو اللي درت المشكل في المجلس الاعلى، عرفوني مجي انا شفار، تلقوا لي جيت في حالي. من تما لهنا عاود جيت لهنا للدار، داروا لي مشكل اخر، سيفطوني للحسيمه 7 شهور وانا في الحبس الحسيمه، ما ضربت ما سرقت ما عملت شي حاجه. ودابا الله اعلم من كيخطوا، الله اعلم. حيت علاش؟ خلصوا عليا ما صدقات، بغاو يخلصوني ما صدقات، دابا باغيين يتخلصوا مني. انا كنطلب منكم هادشي توصلوه وتجبدوا لنا غير الفيديو، وشكرا. والله ينصر سيدنا اللي قال، الله ينصر سيدنا اللي قال في الخطاب ديالو ديال سميتو، قال اللي قال كاين الناس عندهم ملكيات وحاكمين على الخبره التعويضات، وكاين الناس عطاو الرشوه مطلعين فيه معقرات، هدر على وحده ديالنا. الله ينصرو، الله ينصر سيدنا. انا كنطلب دابا الطلب ديالي الواحد، وهو المسؤولين وزاره العدل ووزاره الداخليه ينفذوا الامر لهاد البوبريه، لهاد الشباب اللي كيقولوا لنا خصهم يعطيوهم الحريه ديالهم. وانا غنوكل لكم الوارث ديالي، الحفيد ديالي. ها هو يهضر معكم. رحمه الله. معكم عثمان المعيشاتي، مجدد 11/90/29/11/1990، الموافق 411 هجرية. عندي في عمري انا واحد من من من, من الضحايا ديالي، الحفيد ديال السي علي البزوتي، كنطلب بالحق ديالنا، وكنطلب من هاد الناس المسؤولين اللي يسمعوا الصوت ديالنا ويجوا ويحافظوا ويعاودوا يفتحوا تحقيق جديد في هاد المهزله اللي واقعه هنايا في هاد البلاد. راه هاد الناس هادو هضموا لنا الحق ديالنا، وحفظوا ومشاو حفظوا هاد الارض هادي من غير منشورات، من غير حتى شي حاجه، ودفعوا علينا فلوس في الرشوه مكتوبه باش وصلوا لهذا الشيء. هذا حنا كنطلبوا من الناس المسؤولين اللي عندهم يد، اللي عندهم، بغينا نوصلوا. حنا كنشكركم بعدا نتوما اللي جيتوا عندنا باش تسمعوا لنا الصوت ديالنا لهاد الناس هادو، باش يجيو يشوفوا يعاودوا تحقيق من جديد، يشوفوا الا حنا عندنا شي حاجه وكنستاهلوها مرحبا، الا ما عندناش مرحبا. وشكرا على هذا الكلام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، وغادي تواصلوا معي.
ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.